قلبنا والسحر متعلمنا في أحلى مفهمة، في هالماكلات الذلولة، في رشفة الكوكاكولا والفرجة والشيخة متاع الكورة، ربحنا ولا عكستنا الفرحة الكل في لمتنا. سحر الكورة مع كوكاكولا. Vibrant football avec Total Energy, partenaire du football africain, en regardant votre émission. Chez Total Energy, on en fera toujours plus pour vous. وشانا مربوحة والعنطور يا لله ونقول يا لله طلبتك يا شرعي والباب المقفول من حلة يا لله ونقول يا لله والباب المقفول من حلة وانا جيتك مشاغل وين جيتك محمد زغريتا نسمع كل معي كل دخل يا سيدة يا دخل يا سيدة دخل يا سيدة
زغنيش عليكم على جوكم يعطيكم الصحة الكل. دي كلوب أوروبية يعني القارة السمراء تشكل حجر عثرة في أحذية الأندية الأوروبية. بالله بعد إذنك الكلام اللي تكتب في لوموند راه ما يلزموش يتعدى هكاك عادل، راهو الكلام اللي يتقال فما عبودية مالية اللي نحكيو عليها اليوم، راهو يحبوا يستعمرونا من الناحية المادية، لأن يعني اليوم لاعبية الفرق اللي نحكيو عليها هما معناتها اللي يأثوا في البطولة الأوروبية. اليوم مش يلزمك أنت كي لاعب تشريه بإمكانيات مادية كبيرة، أنك اليوم القارة الأفريقية يلزمنا نلغيوها، راهو يلزمنا ندافعوا على القارة الأفريقية نتاعنا اللي يلزم يكون شرف لينا الناس الكل. توقيت نتاع الكان هذا غير مناسب، الدورة الكونتيننتال يعني القارية الوحيدة اللي تتلعب في الوقت هذا. ما يقعدوش ديما هما يخيطونا يا وجدي واحنا المشكله نتاعنا ما يقعدوش هما ديما يخيطونا واحنا نلبسوا، لابد بالتنسيق. اليوم نحكيو على كاس افريقيه عندها اهميه، وقت اللي انت تحب تبدلها اقعد مع الناس اللي تشرف على الكاف واقعد القى حلول. اللي اليوم مش تلغيها اليوم انك تلغيها انك تعمل شونتاج بالملاعبيه هذوما، هذا كله راهو مش ايجابي. راهو La Tunisie va gagner. La Tunisie va gagner. Ouais. J'ai bien dit. Oui. En demi-finale, on va gagner le Cameroun aussi. Non. Nous, on va gagner. Le Cameroun va gagner. Coucou à Goubankini. Coucou. Bienvenue au Cameroun. L'événement. Goubankini. Goubankini. أسيدي قبطيني حتى في الكاميرون معروف. لا يقعد بيت خلي سميتك بالحق. سميتك يعني. منك علي. اسم الحق يا اخي شويه ولا تري ليه ولا نسمع فيها قوبانتيني مشهور قوبا على كل حال شو رايك ناس ها في خطر طمنتنا انه الدنيا رخيصه في الكاميرون راني بدينار معناها تسلك امورك معناها رخيص على الاخر كان على الموتور هكا هو فهمني بالنسبه لامور اخرى عادله ما تقربش مرحبا يا تونس المنظمون القطريون من كثرة الانبهار تساءلوا عن هذا السر في الجمهور التونسي، يعني الجالية التونسية أقل بكثير من المصرية ومن جالية أخرى، ومع هذا تواجدها في الملاعب كان أكثر بكثير. حتى قيادات رياضية تساءلت ما هو هذا السر. احنا تونس راه عندنا سر خاص، احنا وقت اللي يجي فنان يقول لك ماذا بيا نغني في كرتاج، وقت اللي يشوف الببليك نتاعنا في الاستاديات نتاعنا يقول بالحق راه معناتها حاجات مهمه برشا. اليوم التونسي ذواق عندنا السر والكمون ذواق في كل شيء، تونسي ذواق في الفن، ذواق في الرياضه، ذواق تشوف انت استاديات كيفاش يصير الامبيونس. عملنا الدخلات وين بداوا في تونس. بابا علي عازو الله يا رجاله، بابا علي عازو يا بابا الله يا رجالة. اهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدينا بكل من يلتقط قناه حنا بعل في تونس وخارج حدود الوطن. ليله مباراه تونس مالي اكيد مباراه ينتظرها الجمهور الرياضي التونسي اكيد في متابعه لهذه المباراه، لاستعدادات المنتخب الوطني التونسي لهذه المواجهه المقابله الافتتاحيه الاولى لتونس في كاس امم افريقيا. اكيد سنعود لمباريات اليوم، مصر تنهزم امام نيجيريا والجزائر تكتفي بالتعادل، اكيد عديد اللقاء التي سيقع التطرق إليها في حلقة نتمنى دائما وأبدا أن تنال إعجابكم واستحسانكم. سعيد بالترحيب بالحضور، وأبدأ على أقصى اليمين قيدوم المدربين والمحلل الفني مختار تليلي. أهلا وسهلا مختار، أهلا وسهلا، مرحبا بالوجوه النيمة هذه اللي قدامي واللي واللي تفنزوا فينا. أكيد رحبوا بالناس الكل، ونشكر رمزي عبد الوهاب على الإطلالة الموسيقية الحلوة، واللي كالعادة نحاول وندخل نوع من الفرحة والبهجة على طبعا البيوت التونسية، باعتبار وأن الرياضة هي الوحيدة اللي تدخل الفرحة للتوانسة، فلما لا تكون الرياضة مع الفن ومع التربي، باعتبار أن الرياضة دائما وأبدا فن من الفنون. أيضا سعيد بالترحيب اسكندر القاسي المدرب والمحلل الفني، مرحبا. بارك الله فيك عادل، سعيد بحضوري معاك مع البلاتو،
وبالوجوه النيره هذه وبالجمهور اللي معنا. يرجع معنا اليوم المحلل الفني واللاعب الدولي السابق اسامه سلامي. مرحبا اسامه. مرحبا عادل، مرحبا بالاخوان وبالجمهور ما شاء الله وبالناس اللي تفرج فينا. ايضا نحب نرحب ترحاب خاص كالعاده بالمتالق على الدوام الزميل الاعلامي القدير فيصل شعبان. اهلا وسهلا فيصل، مرحبا. اهلا عادل، شكرا مره اخرى على الاستضافه وسعيد نادي ولد الدار عاد ما عادش استضافه وانا اكون دائما معكم مع الاخيين الكل وان شاء الله نعديه وقيت به ان شاء الله. نورنا دائما وابدا كما نورنا كالعاده الناصر بديو. اهلا وسهلا بك ناصر، مرحبا. مرحبا بك عادل، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالخير كل، مرحبا بالجميل. بعد ما رحبت بكم لابد ان يكون فما ترحاب خاص وشكر خاص لواحد من ابرز المؤسسات اللي قاعده تستثمر في القطاع الرياضي واللي قاعدة تقوم بعمل كبير في دعم الرياضة في إفريقيا بشكل عام وفي كامل أرجاء المعمورة. إذا نتقدم بالشكر مرة أخرى لتوتال إنرجي لسبونسور تيتل لكأس إفريقيا للأمم توتال إنرجي كاميرون 2021 وأيضا المساند الرسمي لبرنامج التاسعة كان تيلة 30 حلقة. فألف تحية لتوتال إنرجي. دونك كما قلت برشا كلام على مباريات اليوم، ردود افعال عديده بعد هزيمه مصر امام المنتخب النيجيري وتعادل المنتخب الجزائري ضد سيراليون، في حين كانت كل الاتجاهات تسير في انه الجزائر ستكون في طريق مفتوح للفوز بهذه المباراه. سنعود لكل هذه التفاصيل ولندوه صحفيه للمنظر الكبير وعديد النقاط خاصه فيما يتعلق بمساله حراسه المرمى والتشكيل والخطه التكتيكيه والمنافس، لكن قبل هذا ابرز اللقطات الخاصه بكواليس حلقه البارحه نشاهد ثم نعود. إذا كما قلت برشا متابعات في علاقة بكأس أمم أفريقيا وما نعرفش ناس علاش تضحك على مختار مساج، خلينا ناخذ كلمة مع مختار. كيفاش كانت البداية مختار تليلي في هذه البطولة اللي الناس كل تعتقد أنها باش تكون استثنائية لكن فما برشا نقاط استفهام سجلت إلى حد الآن في علاقة بهذه الدورة؟ والله شوف الدورة هذه هي من أولها صار تأخيرها وصار جدل فيها والملاعب حاضرة والمنشآت حاضرة ومش حاضرة والوقت نتاعها، لأن ناس سمعت ناس يقولوا يعني تبديل الوقت هذا في شهر فيفي وجانفي يعني حاجة جات مفروضة عليهم لأنها كانت في السابق تلعب في جوان نظرا للأندية تشكلت، ونفس الشيء توا صاير مع الأندية الأوروبية رافضة قطعي لمده سنوات قاعد يصير يعني قاعد يصير جديد مش يعني. جديد هذا افكتيفمون، لكن فما جمعيات ينطاعوا فما جمعيات ما نطاعوش السنة ما هذه، لكن ما يمنعش اللي الدوره هذه مهما يكون من امر هي دوره باش تخلي الفرق الافريقيه كلها تشوف ميزانها تشوف وضعها تشوف مستواها تعرف روحها فين ماشيه. نتكلم على المنتخب بلادنا تونس اللي طبعا بعد ما خرجت من بعد ما لعبنا كاس العرب
وكانت المسيرة يعني حتى النهائي. أعتقد اللي كانت المنتخب التونسي وقتها في أحلى أيامه في أحلى مستواه، ونتمناه في الوقت الحاضر نتمناه باش يواصل ابتداء من غدوة إن شاء الله في نفس العطاء ونفس الأداء نفس الروح نفس الاندفاع عزيمة نفس العزيمة طبعاً. نفس كل شيء هذا، لأن الزمن نعرفوا حاجة اللي تونس ماشية تلعب على البطولة، تونس تاريخها كبير، تونس ناسيون دو فوتبول، تونس ماهيش ماشيه بالشكل المشاركه تونس. دونك اذا لابد ان نفهم هذا ونعرف اللي باش نوحد نلعبوا، ويلزم لا نألهوا الفرق اللي باش نلعبوا معاهم لا نقزموهم، كل نحطوهم في وضعهم ونخدموا على روحنا ونمشيوا بالخطه نتاعنا. واضح. اسكندر القصري مختار تيري يقول لك لابد ان نذهب للدفاع ربما عن حظوظنا من اجل الفوز باللقب، لكن ديما نقول الحديث عن اللقب سابق لاوانه، ونشوف المباريات اللي صارت اليوم منتخبات مرشحه اللي تلعب الدور الاولاني نحكي على الجزائر ومصر، يعني البدايه كانت متعثره والحظوظ نتاعهم اكيد قائمه ولا زالت للذهاب الى الدور الثاني، لكن اجمالا من خلال انطلاق هذه البطوله وين تحط المنتخب التونسي قياسا بالمردود اللي قدمه في البطوله العربيه بتصفيات كاس العالم وبالظروف اللي قاعدين نشاهدوا فيها في هذه الدوره؟ صعيب عادل التكهن حتى نشوف المباراه الاولى انه غدوه معناها بقدره الله نقطه تكون مقياس للحكم على المنتخب، ما تنجمش تحكم عليه. شفت معنا فرق، شفنا فرق كيما نيجيريا فريق جاهز واقف مليح، شفنا المنتخب المغربي ولو انه معناها المباراه بينه وبين المنتخب الغاني معناها تلعبت على جزئيه، لانه الكره نتاع اللي منحها بونو معناها كانت ممكن تعمل منعرج معناها ممكن. للامانه انه الفرق العربيه تلقى صعوبه في منافسات كيما هكايا في بلد افريقي كيما معناها افريقيا السوداء. احنا ممكن لما نلعب في المغرب في الجزائر في مصر ممكن عندنا حظوظ، لكن لما تلعب في صعوبة معناها الإقامة والتمرين وخاصة تو معناها حكاية الكورونا هذه معناها في أي وقت ممكن لاعبيه يصابوا، فهمت؟ صعيب انه مش من تو تتكهن. دونك البطوله باش تصير عليها وتتحكم فيها ربما جزئيات صغيره خاصه في علاقه بالكوفيد 19 اللي نجم يكون هو يساهم في فوز هذا الفريق. شو هو برك هو خروج فرق مرشحه هو والمناخ معناها شوف المباراه تلعب في الساعه الثانيه معناها بعد الظهر صعب جدا باش تنجم تعطي احسن ما عندك. دونك نتصور انه مباراه ضد منتخب مالي باش يكون المقياس، باش نشوفوا هل الفريق نتاعنا جاهز معناها للعب الادوار الاولى. طبعا ديما نحكي على بدايه المباريات، اسامه حكمك على مستوى الدوره لحد الان اجمالا لم ترتقي الى مستوى كبير، لكن فما بعض النقاط الايجابيه خاصه نحكي على المباراه الافتتاحيه كانت مستواها فوق المتوسط. صحيح هذا اللي يظل باش نكمل كلام الخيان، انا نقول في الكاس الافريقيه هذه العامل البدني باش يكون عنده دور كبير اولا، وثانيا زاد الكوفيد هذايا اللي كما شفنا المباراه اليوم يعني 11 لاعب يظل مصاب من، ولذلك انا نقول اللي باش يستحفظ اكثر على اللاعبين نقول انا على المرض وعلى كذا يمكن عنده حظوظ اكثر. ونقول حاجه اخرى زاد اللي المباراه الاولى عادل ماهيش مقياس للمنتخبات الكل، يعني الناس كل خلطت قبل 5-6 ايام من التورنوا هذيا، يعني فما كليما فما دي تيران. اليوم شفنا المباراه اللي لعبت فيها الجزائر يعني حاله الميدان كانت خايبه بصراحه، فهمت؟ لكن نقول انا يمكن بعد المنتخبات كلها زوز ثلاثه مباريات مع شويه نسق مع يتعاملوا مع الكليما اللي غادي كنتصور باش نشوفوا كره مخير ان شاء الله. فاصل شعبان، اذا كان تختار عنوان لهذه الدوره في بدايه مبارياتها شنو العنوان اللي تختاره؟ أنا بالنسبة لي عادل كأس أفريقيا وقت اللي تبمبي الكورة تتنسى كل شيء. اليوم في أفريقيا اللي يتبع الأخبار يعرف اللي في 17 فما موتة في أثيوبيا في قصف جوي، يعرف اللي مالي عندها عقوبات اقتصادية من دول غرب أفريقيا للحكم العسكري نتاعها اللي أجل الانتخابات نتاع 27 فيفريا اللي كانت مفروض تكون في البلاد، يعرف اللي كثير الدول الأفريقية تعيش مشاكل مع كورونا ومشاكل اقتصادية كبيرة منها مالي البلاد اللي معناها فيه مليون و500 شخص معناها ما يرقاوش معناها الظروف الجيدة للغذاء. فهذا الكل بالنسبة لي أنا كان هي أنشودة حياة، هي نشيد للحياة. وقت اللي تبمبي الكرة إفريقيا تتنفس من جديد، وإفريقيا تبعث للعالم مساج ورسالة حلوة
حبيتوا يا أوروبيين نلعبوا في نوفمبر، ولعبنا سابقا في نوفمبر، حبيتوا نلعبوا في الصيف وفي جوا، لعبنا في جوا من عام 57 وإحنا تغيروا في التواريخ، لعبنا في مارس زادة، ووصلنا أغلب الدورات لعبناها في جانفي وفيفري. الكرة الأفريقية ستبقى أفريقيا، ستكون دائما واقفة على ساقيها، وهذاك هو المهم. بالنسبة للعامل الفني، أنا بالنسبة لي فما ثلاثة مباريات اللي هي نوعا ما فوق المتوسط. مباراة اليوم بين نيجيريا ومصر كانت الأفضل، ثم بعدها تجي مباراة المغرب مع غانا، ثم الكاميرون اللي أشرت لها أنت باعتبار قيمة مباراة افتتاحية الكاميرون وفوزها على بوركينا فازو بهدفين لهدف واحد. هذوما ثلاثة مباريات اللي كانوا نوعا ما أحسن من البقية، أما البقية الباقية فما زلنا ننتظر الأفضل في إفريقيا. ننتظر الأفضل في إفريقيا، وتحكي على إفريقيا والكرة الإفريقية اليوم أكيد قاعدة تستقطب في أنظار العالم، أحببنا أم كرهنا. ماما أفريكا كالعادة تقرير ملك ساسي مبعوث إلى هناك ولبيب بن فاطمة. I'm really, really happy, and I do appreciate the fact that you people choose our facility to come here and do your test. I said goodbye, and I wish you people the best during your game. Welcome to Cameroon, Tunisia team. Welcome. Cameroon is good. Like even the food is good. Eat much food. هكذا هي الأجواء في أفريقيا، وفي كل مرة نعمل إطلالة لمبعوثي طبعا قناة التاسعة إلى الكاميرون بمناسبة كأس أمم أفريقيا. ونحكي على الكال، لابد أن نشكر كوكاكولا المساند الرسمي للكوب دافريك في الكاميرون وسبونسور الخاص للتاسعة سبول تيرة الدورة، فألف شكر وتحية لكوكاكولا. البنة والسحر متاع اللمة في أحلى ما فما، فيها الماكلات الذلولة، في رشفة الكوكاكولا والفرجة والشيخة متاع الكورة، ربحنا ولا عكستنا الفرحة الكل في لمتنا، سحر الكورة مع كوكاكولا. نصر البدوي، ديما نحكيه على أفريقيا، وربما في بعض الأحيان فما بعض اللوم، فما بعض العتاب، فما بعض التخوفات، لكن أحببنا أم كرهنا ذيك هي أفريقيا، ذيك هي القارة اللي ننتمي لها ونعتز ونفتخر بالانتماء لها. فاليوم أعتقد ما عادش نجم نحكيه على الظروف بهذه الشكل، لأنه حتى اليوم تصريحات الإخوة الجزائريين وبعض الجزائريين، ونحكي على بالماضي بالتحديد، يحكيوا على عامل الطقس والحرارة والشمس وغيرها، ديما نقاو في المباريات، وربما كان صار انتصار والمنتخب الجزائري سيطر على المباراة طولا وعرضا وحتى على مستوى نسبة امتلاك الكرة تقريب قارب 70%، لكن لم يوفق في الانتصار للأسف الشديد. لكن مع هذا دائما التعليقات بأنه أفريقيا، المناخ، التضاريس، الارتفاع، الحرارة، الشمس وغيرها من الأشياء اللي تعودنا فيها وتعودنا عليها في كل دورة أفريقية. هو اللي يمشي لأفريقيا السوداء معناتها يلزم يفهم ويعرف اللي هو جو أفريقيا جو وحده، يلزمك تحبه بإمكانياته بظروفه بالجو نتاعو بالخصوصيات اللي موجودة في أفريقيا، معناتها هذيك هي مش تتبدل. أنا ما نعتقدش اليوم واحد عاش في أفريقيا ولا لعب ولا رانا ولا كان في منتخبات ما ينجمش يلقى ظروف اللي يقول نتفاجأ بها. راهو الظروف هذه هي بيدها
يمكن فما بلدان تطورت من ناحيه البنيه الاساسيه، يمكن فما بلدان تحسنت من برشا نواحي، لكن افريقيا عندها النموس النواميس نتاعها، عندها الجو نتاعها. هذيك افريقيا يلزمك تلقى المفاجات الغير ساره، يلزمك تلقى الناس اللي تنجم تعمل لك نقولوا احنا ديزان بريفيو اللي هما متوقعين. اليوم ما نجموش نمشيو نحكيو على افريقيا وبطوله كيما هكايا باش نجموا نحكيو طقس وحراره، هذا من الكل اللي تجاوزناه عادل. هذا كنا نحكيو عليه قبل في الستينات، كنا نتفاجئوا، كنا في السبعينات كنا نتفاجئوا، توا ما عادش ظهر لي حسب اعتقادي انا اليوم التعلات معناتها كوني واحد الجو هذا، هذا الجو موجود. افريقيا هذيك هي بالظروف نتاعها بالمعطيات نتاعها الكل، افريقيا ما نتصورش باش تتبدل، لكن شخصيتك كيفاش تحضر، كيفاش انت وقت اللي تكون زاد اليوم راهو بالماضي وقت اللي يحكي هكا لازم يفهم مهز منتخب جزائري اللي هو متحصل على اللقب في مصر، بالطبيعه باش يكون هو اي فريق باش يحضر له باش عنده ضغط كبير، وهذا لازم يحضر له نفسه هو وغيره. اذا نبتعد عن الاجواء المناخيه والامنيه في علاقه بالكاس الافريقيه ونفتح ملف مباراه تونس مالي، تقديم لهذه المواجهه عصام زيناوي وأيمن الهذلي في هذا التقرير. قال الشابي إذا شعبها أراد الحياة، وقال حساد أحبك يا شعب، وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها. المواجهة التونسية المالية تتكرر للمرة الثانية على التوالي في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا بعد نسخة 2019 بمصر. غدوا على أرضية ملعب ليمبي باش يلتقي المنتخبين من جديد في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كان الكامرو. المنتخب التونسي أنهى اليوم اللمسة الأخيرة بل الموعد المنتظر، نسور كارتاج جاهزين للمعركة. أجواء إيجابية داخل المجموعة وحرص كبير على تحقيق انطلاقة مثالية تفتح الأبواب على مصراعيها لتقديم نسخة استثنائية. المنتخب المالي بدور اختتم عشيته اليوم تحضيرات مجموعة من الأسماء اللي تنشط في البطولات الأوروبية على غرار أمادو حيدارا كوليبالي على ذمة المدرب محمد ماجوسوبا في مباراة الغد. في المشاركة رقم 12 في الكان، النسور المالية تسعى لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ البلاد بعد مشاركات سابقة فاشلة. المنتخب المالي يعيش فترة أخيرة إيجابية، سجل خالي من الهزائم في 6 مباريات اللي خاضها سواء في التصفية الإفريقية أو المونديالية، نقطة تؤكد أن النسخة الحالية للماليين تملك إمكانيات كبيرة وتسعى للتألق في مختلف المسابقات. مدرب المنتخب الوطني يعرف جيدا المنافس وسبق له أن واجهه وديا في جوان 2021، النتيجة آنذاك كانت لصالح منتخبنا بهدف وحيد من إمضاء أنيس بن سليمان على أرضية ملعب راتس. في الرسميات آخر مواجهة بين المنتخبين كانت في كان مصر 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. الأوراق مكشوفة عند المدرب، نقاط القوة والضعف تحت الدرس عند كل من الكبير وماجوسوبا. جول جابوها، جابها الخزري، جابها المتعادل. جولة أولى المطلوب فيها 3 نقاط، فمن سيظفر بها ومن سيحلق في سماء الكامرون، نسور كارتاج أو نسور المالي؟ أكيد كما يقول رؤوف خليف ويوزع مع سيكام إن شاء الله مربوحة الأولاد، شعب تونس الكل سيكام وران نسور قرطاج، قلوبنا الكل معاكم وعلى المنتخب بنصر والعجب، تحية لسيكام على دعمها للمنتخب. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكام هي العمارة وبسرها تزهينا. اه يلي بك فرحتنا،
أحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا قوتنا في لمتنا أكيد قوة المنتخب التونسي في لحمة لاعبيه في روح المجموعة في روح الانتماء في حب الانتماء وفي التعلق بالانتصار والتعلق بالذهاب بعيدا في هذه الدورة ما عندناش نجوم كبار نكونوا واضحين واقعيين لكن عندنا الجرينتا عندنا حب الانتصار وعندنا حب الانتماء كما قلت من العوامل الهامة في مقابلات كما هكا أسامة صحيح عادل أنا سمعت آخر تصريح الخزري صراحة أنا تصريح عجبني برشا قال أن احنا لحمة ما عندناش أسامي سبرية كبيرة يعني تلعب في نوادي عريقة في الأوروب لكن عندنا لحمة كبيرة وعندنا تجارب عادل في الدورات هذوما آخرها الكأس العربية يعني ما مشيناش بنجوم كبار لكن شفنا اللحمة شفنا السوليداريتي شفنا الريغور تكتيك زاد فهمت هذا اللي خلانا وصلنا لبعيد في التورنوا الأخرانية إن شاء الله التورنوا هذايا كيف خاطر توا كي نشوفوا المباريات اللي تعداو اليوم والبارح وقت البارح يعني شفنا نجوم كبار شفنا أسامي ما شفناش مردود ولذلك أنا نقول اللي أهم حاجة في المنتخب هي المجموعة وإن شاء الله تكون المجموعة حاضرة 120% غدوة باش إن شاء الله يفرحون اسكندر على ذكر أن المجموعة حاضرة كما قال أسامة منذ قليل 100% أعتقد الحمد لله معناها من ناحية صحية وفي علاقة بكوفيد 19 الأولاد كل حاضرين حتى يعني مساكن اللي تخلف على الرحلة كنت في تواصل معاه اليوم الصباح قضى الطيارة من الدوحة في اتجاه اسطنبول باش يقضي الليلة في اسطنبول ثم غدوة باش يكون بإذن الله تعالى مع المجموعة اكتمل النصاب من الناحية المعنوية هام جدا حتى كان ماهوش باش يكون أساسي ومش يكون في التشكيلة إطلاقا وجوده هام أيضا حنا بعد المجبي التحق بالمجموعة أعتقد اكتمل النصاب والأمور 5-5 على المستوى الصحي وهام جدا في دورة كما هكا تأكيد معناها لما نسترجع اللاعبين اللي المصابين بالكورونا ولا عندهم إصابة معناها على مستوى العضلي ولا حاجة دونك نتصور أنه الفريق بنسبة 90% حاضر أنا ما نحبش يكون عندي لغة خشبية عندي أنا روغري الحقيقة أنه كشريدة مش في المجموعة للأمانة معناها نقولها معناها بكل معناها ثقة على أساس أنه طبعا احنا بنلعب بونتروس بكل قناعة تقول أنت بكل قناعة معناها مفروض أنت تقول كشريدة معناها على خاطر كورونا معناها كان ينجم يرجع يحضر كما حضر المساكني كما حضر الجزيري وكما حضر حنا معل دونك أسامة كان يحكي على تصريح تاع الخزري الخزري ستون لوكوموتيف الحقيقة ليزا ديسبري نتاعو تحسن برشا يلم المجموعة هو والمساكني معناها سي دي ليدر في ليكيب دونك أنا بزوان دو سو جونر دو جوار باش يهزوا المجموعة لأبعد معناها حدود وانا معناها عندي ثقه كبيره ولو انه مباريات الاولى في المجموعه ماهيش مقياس لكن باش نترشحوا بقدره الله للويت يبدو فينال وقت الماتش اللي بنسون ديريكت وقتها نعرفوا قيمه المنتخب التونسي باش نترشحوا انا قد ما نكون فرحان انه نقولوا باش نترشحوا قد ما نكون متخوف انه هذه الطريقه اللي فيها الكثير من الثقه في النفس ترجع لنا بالمضره مختارتي لي في 2019 قلنا باش نكونوا معناها مترشحين بالدور الاول بكل سهوله لكن ترشحنا بصعوبة وانت كنت شاهد على العصر في تلك الدورة وعملنا مقابلة سيئة جدا مع منتخب موريتاني وكنا نجم ونخسر لأنه توفرت لهم فرصة في آخر المباراة يعني اليوم لابد أنه نحتاط من كل المنتخبات خاصة مشان مع منتخب من الحجم الثقيل عنده وزنه منتخب مالي عنده لاعبين محترفين وعنده لاعبين تفرض الاحترام فأعتقد أن الحديث على الترشح وسهولة الترشح أمر سابق لأوانه باعتبار المنافسة ستكون شرسة مع كل المنتخبات بما فيها المنتخب الموريتاني اللي فزنا عليه في البطولة العربية بخمسة أهداف بالنسبة للمنتخب التونسي مرة هذه الأمور تختلف على المرات اللي فات مرة هذه ساعة تونس خارجة من كأس العرب بنتيجة محترمة معنويات عالية الشعب التونسي نفسه عندنا سنوات ما شفناش الشعب التونسي لونغومون نتاع الشعب التونسي حول الفريق الوطني دونك سنتو فالابل تريز امبورطون لاتو هذا بالنسبه للدوره هذه اللي باش نمشيو لها اثنين احنا مش اول مره باش نلعبوا مع المالي مش اول مره يقولوا لنا المالي كبيره والمالي شنو انا حاجه واحده يخاف منها
خايف نعطيه حجم اكبر من اللي تستحقه المالي او نقزموها. لا يلزمنا نحطوا نعطيه لا فالور ريال نتاع الفريق هذا والاطار الفني نتاعنا والنخبه كلها عندها المعلومات هذه والمعطيات هذه. نعرف اللي عندهم 8 من شامبيون دو فرانس، عندهم من ليغ 1، عندهم 2 من ليغ 2، عندهم 2 من انجلترا، عندهم 2 من 3 من الصين، الخليج، الخليج 3 لاعبين من الخليج، دونك واحد من المانيا اللي هو احسن لاعب في لابجيك. ثم حاجة أخرى نقطة هامة لابد أن نتوقف عندها ونذكر بها، أن المنتخب المالي باش يلعب من أجل التأهل لكأس العالم، المباراة الفاصلة لأول مرة باش يكون مرشح بارز للذهاب إلى المونديال، على ذلك المنتخب يفرض الاحترام. أكيد ما في حد شك، وحتى إنسان ما ينجم يقول لك المنتخب المالي يعني لقمة بالنسبة للمنتخب التونسي، سافايت ماتش تري دو، ماتش صعيب ياسر، ماتش اللي يلزموا برشا خدمة قبل الماتش. لازم المنتخب المدرب عامل كل حساباته، كل حاجه كبيره ولا صغيره يكون عاملها باش ما نطيحوش في الاخطاء الصبيانيه. لازم يكون عنده بلان ا، لازم يكون عنده بلان بي، لازم يدوا بريفوا لامبريفو كله اللي ماهوش متوقع يكون حاضرين له معنويا، وخاصه المنتخب نتاعنا. انا جو سوي سور ومتاكد اللي سو لو بلان فيزيك جاهز وحاضر، لان انا قريب شويه للمنتخب، نعرف اللي فما خدمه سليمه على مستوى الاعداد البدني وعلى مستوى يعني المجموعه بصفه عامه. زيد على ذلك كما قلنا الناس كنا نعرفوا اللي المنتخب التونسي متعافى، تو ما عندناش حتى اشكال من ناحيه الكورونا، دونك المقابله الاولى مهمه، لكن لازم نعرفوا وملاعبتنا يعرفوا والاطار الفني نتاعنا يعرف اذا ما نربحوش ما نخسروش. واضح هذه القاعدة وهذه المعادلة الصعبة ناصر البدوي، إذا ما نربحوش ما نخسروش. هذه أمنية وحق ومختار التيلي كما برشا جماهير تونسية أن تتمنى. إجمالا مقارنة بالتحذيرات والاستعدادات وما عملناش مقابلات ودية، هل نجم نقولوا المنتخب التونسي جاهز؟ وهل يمكن أن تكون البطولة العربية اللي لعبناها في قطر فرصة باش جهزنا من خلالها منتخب؟ ولو أني التشكيل اللي قاعد يتداول الان تقريبا فما كان 4 لاعبين على اقصى تقدير من اللاعبين اللي كانوا موجودين في البطوله العربيه باش يكونوا اساسيين في مباراه الغد ضد المنتخب المالي. اليوم وقت اللي نحكيو على المنتخب هو نحكيو على الكاس العربيه اللي صارت في قطر، انه المنتخب حسب اعتقادي انا كانت فما استفاده كبيره صارت للمنتخب التونسي، انه فما نسق مباريات كبيره كانت وجدت، شفنا المنتخب في نسق تصاعدي، شفنا برشا ملاعبيه اللي كانوا ابعاد، احنا شفنا غيلان شعلال يرجع للمستوى الكبير، شفنا بلال العيفه زاد كيف كيف، شفنا محمد دراغ رجعنا من بعيد واعطى اضافه كبيره للمنتخب التونسي، شفنا زاد حاجات اللي كنا نجموا نحصلوا فيها في الكوب دافريكا هذه، شفنا اللي كان عندنا مشكل في حراسه المرمى اللي نوعا ما الحارس نمر واحد يلقى روحه تو ما نعرفش عليه ثالث ولا رابع نمر اثنين معناتها ولا الخامس وما مشاش الكل، هذه من كلهم حاجات حسب اعتقادي انا كان الاطار الفني يعرف كيفاش يتعامل معها وياخذ الرسائل الايجابيه اللي صارت في قطر انه ينجم المنتخب التونسي يبني عليها. اليوم المنتخب التونسي كل الامكانيات عنده، لكن انا من ايدش برشا اسكندر انه المنتخب التونسي ما فماش حاجه تخوفك اكثر من روحك، ما فماش حاجه تخيفك انك انت تبدا تتعالى. اليوم نحكيوا على المنتخب الجزائري، شكون فينا كان ما يتوقعش البارح احنا كنا في البلاتو قلت بنتيجه عريضه، الناس الكل حكينا على 3 بلاش وحكينا على اجماع كبير، لكن كره الميدان كره القدم عندها الحقيقه نتاعها هي الميدان، انك لازمك لجورجي لازمك تكون حاضر، لازمك تكون عندك الاستحداد الذهني اللي انت تحب ولا تكره المنتخب التونسي اللي موجود في افريقيا كما قال مختار تليلي بكري، عندنا التقاليد اللي موجود المنتخب المالي اليوم فما امكانيات كبيره تحطت، وهذاك علاش اليوم يلزمنا نردوا بالنا مروحنا. يلزمنا نردوا بالنا، واكيد قبل ما نردوا بالنا نمشيو الى الكاميرون اين يوجد مبعوث قناه التاسعه، الى هناك مالك ساسي ولبيب بن فاطمه. مالك اهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بك عادل، اهلا وسهلا بك وبجميع الحضور. كما قلت حبينا ليله الماتش تكون من الكاميرون مع الجاليه التونسيه بالكاميرون، اللي متشوقين مشاهده ومتابعه المنتخب الوطني. جماعه كل حاضره تشوفها فرحانين شايخين، ان شاء الله مربوحه المنتخب. حتى زيدان والفيل مزوز خلطوا علينا اليوم. اوه سيكام ديما سيكام ديما سيكام يا محرحرهم حرحرهم غدا المالي والجيل. هاي هاي سيكام ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه. اللهم صل على النبي. ها وتحيا سيكام اللهم صل على النبي هريس تونس للجيري. هاي وديما سيكام ديما احلى مجمع سيكام، والسيكام ديما مشجع اقوى مشجع سيكام لتونس. ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله مربوحه ان شاء الله ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه. يا سي عادل مش نحرح نجمع ثمانيه يا سي عادل. خلينا نشوف الجماعه لهنا. اللهم صل على ناخذوا شويه الجاليه التونسيه، خلي الجماعه في تونس يشوفوهم يشاهدوهم. عندكم برشا عاد تستناو في منتخب يجي بحذكم لهنا. ان شاء الله اخويا ان شاء الله مربوحه ان شاء الله فمك الخير. غدوه بون نلعبوا ماضي ساعتين طقس شكون شويه ما يظهر لي حاضرين الناس الكل باش نعملوا رجل تابعي. بالنسبه للطقس عاد الغدوه ان شاء الله ماتش ما ساعتين بريفيزيون معناها 31 درجه في الوقت هذاك، اما الرطوبه 90% رطوبه. ان شاء الله الاولاد يكونوا حاضرين في الماتش هذا ان شاء الله يقلعوه ان شاء الله. نوصل مع الجماعه لهنا. بلال الناس كل يقول يستنى في المنتخب لهنا وبدقيقه ودرجه وقتاش الماتش. صدقني انا مع العائله مع الصغار لهنا، العائله الكل نستناو بدقيقه ودرجه تروح هذايا ان شاء الله. وغدوه ان شاء الله نكونوا حاضرين التوانسه الكل الجاليه هنا ان شاء الله، عدد محترم بالكدا بالكدا، ونشجعوا الفريق وان شاء الله منتصرين ان شاء الله فينال ان شاء الله. يا عادل مرتضى وينه متساكر؟ والله نستناو فيهم ساعات ساكر ما فماش اول بلوخته. ان شاء الله غدوه اخويا نخلطوا عليهم في الستاد، نعملوا ديبلاسمون حكايه 80 كيلومتر، نخلطوا الغادي ان شاء الله نلقاو تساكر لحد الان فما حد مضمون ان شاء الله. اخويا وكاو ان شاء الله ان شاء الله غدوه بحول الله يبداوا الاولاد الكل في فورما، وبحول الله ما تقلقنا حتى جمعيه وما تخوفنا حتى جمعيه، وان شاء الله الفينال حسب ما رينا الكوب دافريك الجيري كلهم ناقصين فهمتي ولا لا. تونس بحول الله فهمتي اقوى جمعيه نتصور انا في الكوب دافريك هذايا ومراهن بارز، وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله ربي ينصرنا بحول الله. شوفوا صغيرات ان شاء الله تربح ان شاء الله تربح. تونسية تونسية معاك ربي والنبي. تونسية تونسية معاك ربي والنبي. ان شاء الله ان شاء الله الحرحرهم جماعه مالي ان شاء الله كما شفنا. يا سي عادل لحظه وانا مش شدك وتستيكام مش الحرحرهم. خلينا شويه تونسيه اخويا العالي. يا سي عادل مش الحرحرهم وسيكام مش الحرحرهم. هاي الهريس. هاي وش الحرحر جماعه مالي. هاي الهريس يا سي عادل. ديما سيكام تحلى سيكام مال الفيل ديما مش نحس. حمدي بالله يبينا حمدي هذا عمل مالك. هلا سي حمدي اهلا بك. اهلا بك اخويا مرحبا بكم. ان شاء الله غدوه تكون مربوحه مالغري الكليما مالغري لوميديتي. احنا توا مش كيما في الاوروبا او في الافريك اللي ديبلاسمون صعاب شويه، ما احنا بقلب ان شاء الله مع المنتخب وان شاء الله تكون مربوحه باذن الله، وان شاء الله الكوب دافريك ان شاء الله نجيبوها من الكاميرون باذن الله. كما تشوف عادل تطلعات كبيره وانتظارات الجماهير التونسيه لهنا في الكاميرون، كيف الجماهير التونسيه اللي في تونس. اليوم كنا في المنتخب الوطني اجرى الحصه الاخيره نتاعو معناها على ملعب سنتينري ستاديوم. الاجواء كانت طيبه برشا، تشوف فما روح كبيره بين المجموعه، فما عباد تحب تجيب الطرح بالرسمي. ان شاء الله مربوحه وخليكم شويه مع الاجواء. ان شاء الله تلقاو تساكر ان شاء الله الاولاد. يا ربي يا طبعا كانت هذه الاجواء مباشره
أعتقد الأجواء في استديوهات قناة التاسعة هنا في العاصمة التونسية لا تختلف كثير عن الأجواء في الكاميرون. كل الدعم والمساندة والتشجيع للمنتخب الوطني التونسي. سنعود الحديث عن المباراة، لكن قبل ذلك نتواصل مع هذا الفصل.